عادت أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد تثير الجدل مرة أخرى وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أطلقها سعد في برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث أكد خلال البرنامج أن سمية الخشاب صرحت للإعلام أن الطلاق تم منذ 6 أشهر، في حين أنهما قبل إعلان الطلاق بشهر واحد سافر معا إلى العراق ونشر صورا عبر السوشيال ميديا، ولكنها وقتها لم تتوقع أبدا أن ينفصل عنها. وخلال لقائه في برنامج شيخ الحارة اتهم سعد سمية الخشاب بأنها خدعته قائلا: أنا أمنت لسمية على نفسي وفلوسي لكنها خدعتني لأنها طلبت مني شراء منزل واضطررت لكتابته باسمها أثناء توقيع العقد، ثم عندما طالبتها بنقل ملكيته إلي رفضت ذلك وقالت لي هشتري منك ودفعت ربع ثمنه وقالت إذا كان عجبك، وخسرت فلوسي. وطلع المفاجأة مفاجأة كبيرة جدا جدا، انها رفضت، قالت لي اديك حقها. قلت لها يعني ازاي تديني حقها؟ الشقة كذبت، يعني بعد ما اشتريتها بفترة بسنة ونص الشقة كذبت، عايزين اخسر. وفي الاخر ادتني شيك بربع المبلغ اذا كان عاجبك. وفيما يتعلق بأنه كان يقف في طريقها ويغير من نجاحها، نفى ذلك تماما مؤكدا أنه لم يعرض على سمية الخشاب أي أعمال خلال فترة زواجهما. يا ستي أنا من ساعة ما اتجوزتها لحد اللحظة دي هي ما اشتغلتش غير الشغل اللي أنا عامله لها، يعني الأغنية أيوة اللي أنا عاملها دويتو أنا وهي. أنت عاملها كمطرب كملحن، انما مش انت اللي جايب لها الشغل. انا اللي عامله الشغل، انا اللي عامله كله من اوله. يعني جايب لها الشغل ايه؟ مفيش شغل، هي ما اشتغلتش شغلانه، ما اشتغلتش ولا شغلانه من ساعه ما اتجوزتني لحد دلوقتي. من ناحيه اخرى اكد احمد سعد ان ريم البارودي تنازلت عن كل حقوقها عند الطلاق، ولكن ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي وتساءل لماذا لم تبكي عند المأذون، لو فعلت ذلك لتراجعت عن الطلاق. وأضاف قائلا: أنا أحترم ريم وأحبها في اللقاءات التلفزيونية لأنها بتبان كيوت، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفة تماما. وأشار إلى أن ريم البارودي وافقت على طلاقها منه ولكن لم ترغب في أن يرتبط بأخرى. أصل هي بصراحة أنا عن نفسي كشخص بحبها في البرامج، لما بتطلع في البرامج أنا نفسي بحبها، ببقى بشوف شخصية جديدة أنا بحبها، يعني بحترمها جدا وبحبها، أنا بحترمها في العادي يعني، بس لما بشوفها في البرامج بحس إنها كيوت قوي أكتر من اللازم. وفي أول رد لها على اتهامات طليقها نشرت سمية الخشاب فيديو من برنامج أنا وأنا مع الإعلامية سمر يسري، وعلقت قائلة: أفضل للناس أن تركز في عملها ووقتها ستحقق الشهرة المطلوبة. كدب ولا أقعد أعمل تمثيليات وأفلام وعشان أخلي الناس تتعاطف معايا، وأنا أساسا ما عنديش يعني أي يعني مستند أو أي تأكيد لكلامي أو مصداقية. ثم نشرت صورة لها وعلقت قائلة: الشخص الكاذب قليل الحجة ضعيف الدليل، يلجأ إلى الكلام الجارح والكاذب لأنه ليس على حق. ولم تكتفي بذلك، بل عادت ووجهت لأحمد سعد الحديث بشكل مباشر من خلال حسابها على إنستغرام قائلة: أحمد سعد، أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللي كانت بينا واللي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده انت والزميلة بسمة اللي ما عندهاش وقت غير انها تتدخل في خصوصيات الناس وتشوه صورتهم قدام الجمهور، عشان كده ليه الحق ارفض اطلع في برنامج غير محترم زي ده. واختتمت حديثها قائلة: إن شاء الله أوضح ده في رد قريبا جدا من اتهام في حاجات أنا ما عملتهاش. وما زالت أزمة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور شهور على الانفصال، فهل تكون هذه هي آخر التصريحات لتنتهي حرب الاتهامات بينهما إلى الأبد؟ أم أن الأيام القادمة تنتظر تطورات جديدة؟